السلام عليكم. لا تدمروا مستقبل اليمن، اصرفوا مستحقات الطلاب. تحت هذه اللافتة الجريحة أطلق الطلاب المبتعثون في الخارج حملتهم الواسعة للمطالبة باستحقاقاتهم المتوقفة منذ أشهر. يوميات الطلبة في الخارج تحولت من قاعة المحاضرات الجامعية والمعامل والمكتبة إلى طوابير ووقفات على مقربة من سارية علم الجمهورية الحزين في سفارات بلادنا في الخارج. بعض الوقفات في دول شديدة البرودة كموسكو، حيث تجمدت فيها أطراف الطلاب في اللحظة التي أغلقت السفارة أبوابها في وجوههم المكلومة. ميليشيا الانقلاب صادرت مستحقات الطلاب لمصلحة المجهود الحربي وحروب الاجتياح، بينما كان للحكومة الشرعية أذن من طين وأذن من عجين كما يقال لنداءات الطلبة في الخارج، وهم مستقبل اليمن الذي يتعرض ليوميات الدمار. اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج من جهتها أعلنت استئناف الفعاليات الاحتجاجية التصاعدية في عدد من الدول للفت أنظار الجهات المسؤولة في الداخل والخارج لحال الطلاب المأساوي. وقالت اللجنة في بيان حصل المساء اليمني على نسخة منه: لقد بلغت القلوب الحناجر، وأصبح وضع الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج يرثى له وسط تراكم الوعود دون تنفيذ على أرض الواقع لأي منها. وبعد التعسف الواضح الذي تمارسه وزارة التعليم العالي بإيقاف مئات الطلاب كل ربع بصورة مخالفة للوائح وأنظمة الابتعاث، وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك قررت تصعيد الاحتجاجات والفعاليات من أهمها حملة إلكترونية واعتصامات ووقفات احتجاجية. مشاهدينا الكرام، حول معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو جمال المقبلي رئيس اتحاد طلاب اليمن في اسطنبول. مرحبا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا بكم أستاذ. كما سينضم معنا عبر سكايب الأستاذ عبد الحميد المحفدي رئيس اتحاد طلاب اليمن في ألمانيا. مساء الخير أستاذ عبد الحميد. مساء النور أستاذ آسيا، تشرفنا، شكرا جزيلا لكم. أهلا بكما ضيفي العزيزين. كما سينضم معكما آخرين عبر الهاتف. بداية أستاذ جمال وأيضا أستاذ عبد الحميد والسادة المشاهدين، دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبداية الحلقة. فوق أوامر الملحق الثقافي، علما بأن حين خرجوا من اليمن إلى أصقاع العالم لطلب العلم ضمن المنح الدراسية لطلاب المتفوقين، لم يكونوا يعرفون أن يوما سيمر عليهم يضطرون فيه للوقوف على أبواب السفارات المغلقة في وجوههم، يعانون البرد والصد وينشغلون عن تحصيل العلم بالمطالبة بالمستحقات. طلاب اليمن في الخارج يعاقبون على تفوقهم بحرمانهم من حقوقهم المالية. اضطر كثير منهم للعودة إلى اليمن قبل إكمال مشواره التعليمي، فيما يعجز بعضهم حاليا حتى عن سداد إيجارات سكنهم وقيمة الكتب وغيرها من متطلبات الدراسة. 3 أشهر منذ سمعنا أول صرخة للطلاب اليمنيين المحرومين من مستحقاتهم لمدة تكاد تصل اليوم إلى 7 أشهر ذاقوا فيها المرارات لدرجة فقدان بعضهم الوعي وهم في قاعة الدرس. اليوم استأنف الطلاب اليمنيون في روسيا اعتصامهم للمرة الثانية بعد أن كانوا قد علقوه وفق تفاهم بينهم وبين السفارة في روسيا، وقالوا في بيان صدر عنهم اليوم أنهم عادوا للاعتصام بعد أن ضاقت بهم السبل وبلغت القلوب الحناجر وأصبح وضعهم مأساويا وفي حالة يرثى لها تحت تجاهل مخزن من قبل الجهات المعنية، ودعوا زملائهم للانخراط في الاعتصام والتفاعل معه بكل الوسائل الممكنة ومساندة إخوانهم المعتصمين في السفارة والتكاتف والوقوف يدا واحدة مع الطلبة المتضررين حتى استعادة كافة الحقوق. صارع هؤلاء الطلاب نظاما تعليميا متخلفا وتفوقوا لاستحقاق منح دراسية في الخارج ينهلون خلالها من علوم الجامعات المتقدمة ليتمكنوا من رد الجميل لوطنهم بعد التخرج، لكن السياسات الفاشلة يطال أذاها كل ما يمت للعلم والتعليم بصلة. كان قريبا داخل أسوار جامعة صنعاء أو في أبعد نقطة في الأرض بالقرب من المحيط المتجمد الشمالي. إذن مشاهدينا الكرام، حول معاناة الطلاب المبتعثين في الخارج حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. أبدأ معك أستاذ جمال، لو حدثتنا عن وضع الطلاب بعد شهور من إيقاف مستحقاتهم كيف هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم في قناة بلقيس على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن معاناة الطلاب، كذلك أشكر القناة التي تحمل هذه الرسالة العظيمة والتي أتمنى من جميع القنوات الفضائية الإعلامية بكافة توجهاتها السياسية أن تحمل هذه القضية، أن يكون لها هم الطالب الذي لا يمثل أي حزب سياسي ولا يمثل أي طرف سياسي في البلد ولا يمثل أي طرف متصارع. حقيقة معاناة الطلاب
إن بدأنا بتركيا، ربما في تركيا الطالب أقل معاناة من الدول الأخرى بسبب توقف الربع الرابع الذي كان من المفترض أن يصرف في شهر أكتوبر. الطالب الآن يعني كان يعتمد على أسرته في الداخل لإرسال بعض المستحقات في حال انقطاع الربع، لكن في المرحلة هذه الوضع في اليمن للأسف الشديد الأسرة يعني بحاجة لمن يمثل لها. نعم صحيح. مساعدة، فالطالب الآن ربما لا يستطيع دفع إيجارة السكن، ربما لا يجد قيمة المواصلات للذهاب إلى الدراسة. الطالب خاصة أن بعضهم منها ليست كاملة. صحيح. ليست كاملة يعني. نعم مساعدة مالية فقط. فهناك طلاب الآن بدل أن يبحث عن مستحقاته التعليمية من كتب ودراسة وأمور أخرى أصبح يبحث عن لقمة عيش في بلد الغربة يعني. هناك طالب الآن كان يسكن في سكن فتوقفت منحته تماما، وأصبح الآن الطالب يعمل في السكن، يعمل في السكن لإيجاد لقمة عيش، توقف عن الدراسة تماما. كثير من الطلاب المتفوقين علميا متميزين في الجامعات الآن توقفوا بسبب انقطاع المنح الدراسية. نعم، إذن أستاذ جمال ينضم معنا أيضا أستاذ عبد الحميد وهو عبر سكايب ليحدثنا أيضا من جهته. أستاذ عبد الحميد، ماذا عن وضع الطلاب في ألمانيا؟ طبعا في البداية أشكر قناة بلقيس وأشكركم جزيلا على هذه المبادرة الطيبة، ونتمنى من بقية المؤسسات والقنوات الإعلامية أن تحذو حذوكم في تسليط الضوء على مشاكل الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج ومناقشتها وطرحها على الرأي العام وعلى المسؤولين. طبعا في البداية احنا في ألمانيا في عندنا ثلاث مشاكل حاب أذكرها باختصار. تفضل. وهي تتعلق بالتعليم العالي وبالمنح. في عندنا مجموعة من الطلاب، المشكلة الأولى 18 طالب ابتعثوا بقرار من التعليم العالي إلى ألمانيا، وصلوا إلى ألمانيا قبل ثلاثة أرباع وإلى الآن لم يستلموا أي مستحق مالي، وهؤلاء الطلاب مبتعثين من التعليم العالي، والآن هؤلاء الطلاب مهددين بالرجوع إلى اليمن، مهددين وقفوا دراسة اللغة واضطروا إلى العمل سواء بطريقة قانونية أو أحيانا بطريقة غير قانونية لكي يوفروا لقمة العيش فقط مش للدراسة. الآن موقفين الدراسة، ليس لديهم أي مستحقات مالية، لا يستطيعوا دراسة اللغة ولا يستطيعوا حتى الالتحاق بالجامعات، وهؤلاء الطلاب هم من نخبة طلاب اليمن وأوائلهم. صحيح. المشكلة الثانية مشكلة الربع الثالث الذي مضى، في هناك توجه من وزارة التعليم العالي وتعسف بإسقاط أكبر عدد ممكن من الطلاب. في الربع الثالث الذي مضى سقط حوالي 86 طالب، وهؤلاء الطلاب ماشيين في دراستهم بشكل منتظم، وهؤلاء الطلاب تشهد لهم الجامعة قبل غيرها ويكرموا من الجامعة بأنهم من أفضل الطلاب من المتميزين، وتكافئهم وزارة التعليم العالي بإسقاطهم من المنح بدون أي مبرر ومخالفة للوائح والقوانين التي فرضتها التعليم العالي على الطلاب. والمشكلة الثالثة كما ذكر الأخ جمال وهي تأخر الربع. إلى حد الآن مضى شهرين على موعد تسليم الربع الرابع ولم يستلم الطلاب في ألمانيا أي مستحق مالي. تأخر الربع في ألمانيا في دولة بيوقراطية لديها قوانين ولديها مؤسسات تفضي إلى مشاكل عديدة. عندنا في ألمانيا بخلاف احتمال بقية الدول عقود للسكن، عقود للتأمين الصحي، مواعيد محددة لدفع رسوم الجامعة. في حالة إذا تأخر الطالب ولو حتى لأسبوع أو أسبوعين يحصل على غرامة مالية تضاعف هذا المبلغ إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف، وهذا يراكم المشكلة ويزيد العبء على الطالب مما يدفع إلى توقيف الدراسة وربما البحث عن مصدر دخل ثانوي. نعم، إذن بالطبع ستبقى معنا أستاذ عبد أستاذ عبد الحميد. نعم، لكي نتابع مثل هذه المشاكل. أعود إليك أستاذ جمال. أستاذ جمال، يعني حملة لا تدمروا مستقبل اليمن وأيضا اصرفوا مستحقات الطلاب التي بدأت ربما هذا المساء، هل تجدون أن الحملات الإلكترونية لها صدى ولها جدوى يعني لنقل معاناة الطلاب؟ حقيقة الهدف من الحملات الإلكترونية هو نقل القضية، قضية الطلاب، إلى أكبر عدد من الجهات المسؤولة والجهات المختصة والمنظمات من أجل متابعة وزارة التعليم العالي، وزارة المالية. ربما يعتبر نوع من أنواع الضغط. نعم. على الحكومة التي لا ندري من هي بالضبط الآن،
لصرف الطلاب. أنتم مشتتين، ولكن يعني نحن ربما بين سندان كما يقولون، سندان الحكومة الشرعية ومطرقة الانقلابين في صنعاء. نعم. يعني مثلا من يقومون بإسقاط أسماء الطلاب؟ من يرسل بالحوالات المالية؟ تأتي من صنعاء الفترات السابقة؟ حقيقة وإن كانت تأتي من صنعاء، نحن لا يحق لنا أن نلوم من موجود في صنعاء. نحن موجودون طلاب مبتعثون في الخارج، مرسلون من دولة شرعية، الدولة التركية أو الدولة الألمانية أو الدولة الماليزية لا تعترف إلا بهذه الدولة الشرعية، فنحن لن نحاسب إلا الحكومة الشرعية، لأن الانقلابي قد قام تدمير دولة بأكملها، فيعني طالب في الغربة ما عجلش عليه مش أكيد يعني. فبالتالي لا ألوم الحوثي ولا ألوم الانقلابيين في صنعاء، أنا ألوم الدولة الشرعية يعني على أساس العالم كله معترف فيها وإلى الآن مش قادرة توفر منحة لطالب في الغربة. نعم، ماذا تواصلكم مع السفارة هنا؟ حقيقة السفير جديد، تم تعيين سفير جديد في سفارة الجمهورية الألمانية في أنقرة، وكما تواصلنا مع الفترة السابقة السفير إن شاء الله بيحاول يتحرك ويتواصل مع الجهات المختصة، ولكن نحن نتمنى من سفارتنا في تركيا وفي غيرها ومن سفارات الجمهورية الألمانية في الخارج أن تقوم بإيصال الرسالة بالشكل المطلوب، ليس مجرد يعني بيان، لأنه نحن نتواصل مع الملحقية الثقافية، الملحقية الثقافية بدورها تتواصل مع السفير، السفير بدوره يوصل الرسالة، فنحن لا ندري ما هي الرسالة التي تصل للحكومات، الحكومة الشرعية أم الحكومة الانقلابية الموجودة في صنعاء. طبيعة الحال أستاذ عبد الحميد، يعني هناك أكثر من دولة للأسف، عفوا أستاذ جمال، يعني أكثر من دولة يعاني منها الطلاب مثل هذه الأوضاع، وربما ما حدث اليوم في موسكو خير دليل لنقل معاناة الطلاب. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ ردفان ألماس رئيس رابطة الطلاب في موسكو. مساء الخير أستاذ ردفان. مساء النور أختي الكريمة، شكرا لك وشكرا لقناة بلقيس واهتمامها الدائم. الشكر لكم أستاذ ردفان لإيصال صوت الطلاب، خاصة أنه نحن نعلم فارق التوقيت، يعني صبرك علينا وظهورك في هذا الوقت مشكورا عليه. نود أن تحدثنا عن الاحتجاجات الطلابية في موسكو والتي كان لها ربما الحضور الأبرز في معاناة أو نقل معاناة الطلاب اليوم، ماذا حصل؟ كان اليوم استئنافا لأقسامنا المفتوح في سفارة الجمهورية اليمنية موسكو، واستجابة لدعوة اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج، لكن للأسف سفارة في موسكو السماح لم تدخل، كانت درجة الحرارة يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر. أستاذ ردفان سنحاول التواصل بكم جديد على وعسى أن يكون الصوت أوضح، لأننا بحاجة لسماع معاناتكم في موسكو. أعود إليك أستاذ عبد الحميد المحفدي. أستاذ عبد الحميد، يعني تحدث معنا أستاذ جمال عن معاناة الطلاب وعن فكرة الضياع بين الحكومة الشرعية وبين حكومة الانقلاب، ولكن كما تحدث يعني أنتم ربما أمامكم دولة شرعية هي التي تخاطبها الدول التي أنتم فيها، ما مدى تواصلكم مع السفارة ومع وزارة التعليم العالي؟ في الحقيقة الظروف متشابهة بيننا وبين تركيا، حيث أن السفارة عين سفير قبل فترة وجيزة، وهذا شيء إيجابي. الآن نحن نستطيع أن نتعامل مع شخصية رسمية الذي يستطيع بدوره أنه يتواصل مع الحكومة الشرعية أو حكومة صنعاء. المشكلة الآن أنه كل طرف يحاول أنه يحمل الطرف الثاني العواقب والمشكلة، وهذا الآن الطلاب الآن موجودين. الطلاب طبعا ليس لديهم أي توجه سياسي، إحنا في الاتحاد من مواد الدستور أنه عدم التدخل في السياسة وعدم ربط السياسة، وهذا الذي يجعل الطلاب الآن كلهم لحمة واحدة في المطالبة في الحقوق. إحنا نتمنى من الحكومة الشرعية أن تأخذ دورها، لأنه كما ذكر الأخ جمال أن الخارجية الألمانية وجميع دول العالم لا تعترف إلا بالدولة المعترف بها وهي حكومة الشرعية. نعم. ونتمنى من الحكومة الشرعية أن تأخذ دورها وأن تبادر أقل شيء أنها توجه بالصرف من البنك المركزي الذي تم نقله إلى عدن، أو أن تتم إصدار مذكرات إلى الخارجية أو إلى الدول المانحة بأن يقوموا بتحمل نفقات الطلاب في خلال هذا الفترة إلى حين تستقر الأمور في اليمن. الطلاب أصبحوا الآن يعانوا معاناة لا يصدقها عقل ولا يمكن أن يقبلها أي إنسان. نتمنى من كل مسؤول أن يحس بالمسؤولية. موضوع تأجيل المشكلة هذا بيخرب مستقبل أفضل صحيح. شباب اليمن صحيح. إذن عاد إلينا ردفان ألماس رئيس رابطة الطلاب في موسكو. مساء الخير أستاذ ردفان.
مساء النور أختي الكريمة. نعم الصوت الآن أوضح، نود منك أن تحدثنا عما حدث اليوم في موسكو في السفارة اليمنية هناك. كما قلت سابقا كان اليوم هو اليوم الأول استئناف أقسام المفتوح في سفارة الجمهورية اليمنية في موسكو، واستجابة لدعوة اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج. لكن للأسف تفاجأنا أن السفارة أغلقت أبوابها في وجوهنا ورفض الأمن لنا بالسماح للدخول. كانت درجة الحرارة ما يقارب 12 تحت الصفر. حاولنا التواصل مع القائم بالأعمال مرارا وتكرارا ولكنه رفض الإجابة علينا. بعدها قابلناه عند دخوله إلى السفارة ولكنه رفض الحديث معنا. نعم، ما مدى معاناة الطلاب أستاذ ردفان؟ يعني إلى أي مدى انقطعت عليكم المستحقات؟ كيف كنتم تتواصلون مع من إذا كانت السفارة تغلق أبوابها بهذا الشكل؟ طبعا في هناك هي مشكلة السفارة أود أن أتحدث عنها. نحن تحدثنا مع لن قال بأن هناك أوامر من القائم بالأعمال بعدم السماح لنا. أنا أريد أن أوصل رسالة إلى وزير الخارجية وزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تصرفات السفارة اللامسؤولة. هناك سؤال أريد أن أوجهه إلى وزير الخارجية، هل هذا يمثلكم؟ وهل هذه التصرفات تمثل وزارة الخارجية اليمنية؟ رسالتي إلى رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية، مشكلة الطلاب في الخارج هي أحد المشاكل التي يعانيها الشعب اليمني في الداخل وعليهم حلها. طبعا شبعنا تصريحات وأقاويل من حكومتنا الشرعية وعليها أن تعي أن الناس لا تقتات على التصريحات وعليهم أن يسارعوا في حل مشاكلنا. مطالبنا هي كما سلفت سابقا إعادة مستحقات الطلبة المنزلين من الربع الثالث وهم في روسيا بعدد 317 طالبا، تصحيح بيانات الطلبة والأخطاء الواردة في الكشوفات، البدء بإرسال الربع الرابع والذي كان من المفترض أن يرسل قبل شهرين. نعم، كم عدد الطلاب الموجودين في موسكو؟ كم عدد الطلاب الذين أنزلت أسماءهم من مستحقات الدراسة؟ عدد الطلاب 317 طالبا. نعم. 120 طالبا كانوا موقوفين، 197 طالب منزلين. يعني هل تم مراجعة هذه الأسماء؟ يعني مثلا هنا في تركيا كان هناك 50 اسم تقريبا تم إسقاطه وتم مراجعة بعض الأسماء، هل قمتم بعمل ذلك؟ قمنا طبعا، وافينا السفارة بكل الإفادات من الجامعات ودورها الملحقية الثقافية قامت بإرساله إلى الداخل، وكان هناك تواصل مع وزير التعليم العالي ومع وزير الخارجية وعدونا بحل المشكلة. نعم. ولكن إلى الآن ما في أي حل ولم نجد أي تجاوب. نعم، هل هناك لديكم تواصل مباشر مع وزارة الخارجية أو وزارة التعليم العالي؟ نعم، معنا تواصل مع وزير التعليم العالي. وزير التعليم العالي وعدنا بأنه سيحل المشكلة، ولكن هنا بسبب عدم وجود سيولة في البنك المركزي وهناك عدة مشاكل في الوطن، وهذه مشاكل الطلاب هي أحد المشاكل. نعم. ومن هذه الوحدات يطلقونها عنا. طيب ردفان، يعني اليوم قمتم بأول يوم اعتصام أمام السفارة وقبلتم بذلك الرد، ما هي أنشطتكم الاحتجاجية في الأيام القادمة؟ طبعا نحن ماضون في التصعيد حتى يتم حل جميع قضايا الطلاب دون نقصان. كان الله في عونكم أخ ردفان الماس رئيس رابطة الطلاب في موسكو، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ جمال، تعقيبا على ما حدث في موسكو وزملائكم الطلاب، انزل يعني أكثر من النصف من المستحقات السفارة وتعاملها مع هؤلاء الطلاب، كيف يمكن أن تقدمون دعم لهم؟ بالطبع أنتم بحاجة لدعمكم الداخل، ولكن طالما تشكلت تنسيقية لجميع الطلاب المبتعثين في الخارج، هذه ربما خطوة إيجابية جدا يعني لتخفيف الضغط على الطلاب في بعض المدن. حقيقة السفارة بمثابة البيت اليمني للطالب في الخارج. صحيح. المكان الذي يشعر فيه في الأمان، بالأمان يعني أكثر مكان يشعر فيه بالأمان هو السفارة.
فعندما يحدث مثل هذا التصرف بطرد طلاب أو إغلاق البوابة أمامهم في درجة يعني أعتقد أن الدولة الروسية لن تقوم ولم تقوم بهذا العمل الغير إنساني، يعني حقيقة من باب الإنسانية درجة الحرارة تحت الصفر 12 درجة تحت الصفر ويتم طرد الطلاب إلى الخارج وإغلاق البوابة أمامهم. فأعتقد أنه وزير الخارجية ستصل هذه الرسالة، وأعتقد الدكتور عبد الملك المخلافي أنه لا يرضى أن يكون مثل هذا الطاقم موجود في روسيا لتمثيل الجمهورية اليمنية. هذه أول رسالة حبت أن أوصلها. المستقية نحن نقوم بعمل اللازم حقيقة في الاتحادات، مثلا في اتحاد اسطنبول نحاول قدر الإمكان تواصل مع الجهات الداعمة للاتحاد من رجال أعمال، من مسؤولين متواجدين مثلا في تركيا، في خارج تركيا، بتغطية الأخطاء التي تقوم بها دولتنا للأسف الشديد. رسالتي الرئيس الجمهورية حقيقة بدل أن تجهز يعني يفضي لواء واحد، لواء من ألوية الجيش الموجودة لتحرير الوطن، أن يجهز لواء في الخارج لبناء الوطن. يعني نحتاج للواء متسلح بسلاح العلم للعودة صحيح. إلى الوطن لبناء الوطن. ميزانية لواء واحد تكفي لتغطية ميزانية الطلاب لمدة عام كامل. صحيح. عودة إليك أستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد، يعني استمعت لحديث زميلك ردفان ولحديث أيضا جمال، أنتم في ألمانيا ما هي الخطوات القادمة؟ يعني ربما هناك أربع دول أعلنت اعتصاما مفتوح من بينها ألمانيا، ليس كذلك؟ نعم، طبعا أنا حاب أذكر في البداية ما هي الخطوات التي سويناها قبل إعلان الاعتصام. إحنا من أول استلامنا لمهام إدارة الاتحاد في أكتوبر بدأنا نتواصل مع الملحقية الثقافية ومع التعليم العالي من أجل إصلاح أخطاء الربع الثالث والذي أسقط فيها زي ما ذكرت آنفا 86 طالب، والربع الرابع الآن نزلت التسريبات أنه بيسقطوا 50% من الكشوفات، وهؤلاء الطلاب كما ذكرت ناس منتظمين ودارسين وماشين في أمورهم 100 على 100. الخطوات هذه ما جاءت إلا بعد التعسف وبعد ما حسينا أن الوعود هذه ليس لها أي أثر ولن تفضي إلى شيء، وهذا الاعتصام الذي بدأناه مجرد تصعيد أول. إحنا حابين بكرة بيبدأ الاعتصام إن شاء الله في السفارة اليمنية في برلين، سوف نعطي السفارة مهلة 2 يوم، وسوف نراسل، أو بالأصح قد بدأنا مراسلة وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وحكومة صنعاء وجميع من هو مسؤول عن هذه المشكلة التي تمس الطلاب اليمنيين وجميع اليمنيين، لأن هؤلاء اليمنيين هم يمثلون أسر، فلما يجوع أي طالب ولا يحصل له أي مشكلة والبلد في هذه الحالة الكارثية، من بيوقف معه إذا التعليم العالي والحكومة الشرعية والناس الذين نحس أنهم مسؤولين علينا لم يقفوا بجانبنا؟ زي ما ذكر الأخ ردفان، عندما تقوم السفارة بغلق أبوابها أمام طلابهم جائين إلى الاعتصام في درجة حرارة -12، عندنا في ألمانيا درجة الحرارة لا تختلف كثيرا عن روسيا، ربما تصل إلى درجة الصفر في هذه الأيام، ونتمنى أن السفارة تتعامل كمنطلق البيت اليمني الذي يضم الطلاب ويحتويهم ويدافع عن مشكلاتهم. إحنا نحس الآن أن السفارة اليمنية في طرف ليس معنا وليس ضدنا، كأنه طرف وسيط أو طرف بيوصل المعلومات من الطالب إلى التعليم العالي، وهم أعرف الناس بهؤلاء الطلاب وباجتهادهم ومثابرتهم، وهم أعرف الناس أنهم مستحقين لأن يستمروا في استقبال المنح المالية. فنتمنى من المسؤولين الذين يتابعون الآن والذين سوف يصلونهم رسالتنا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق القنوات أن يقفوا موقف إنساني مع الطلاب اليمنيين الذي يحصل الآن بحق جيل الغد، الجيل الذي سوف يحكم اليمن في غضون 30 سنة أو 40 سنة. أنتم الآن بتبنوا اليمن، فلا تفرطوا في هذا الجيل، وحاولوا قدر الإمكان أن تبذلوا كل ما بوسعكم من أجل تخفيف المعاناة. الطالب الآن اليمني يعاني مشكلة الغربة، مشكلة أنه يشوف اليمن في حرب وفي أزمة، في طلاب أسرهم لا يجدون ما يأكلون. صحيح. وهنا هو في حالة مأساوية جدا، فنتمنى من الكل التعاون وأن يوصلوا صوتنا بأكبر قدر ممكن. نعم عبد الحميد، يعني كم عدد الدول التي أعلنت فيها الاتحادات بالاعتصام المفتوح؟ اللجنة التنسيقية طبعا حاولت تتواصل مع جميع الاتحادات في جميع دول العالم. نعم. إلى حد الآن 5 دول أعلنت بدء الاعتصام بتواقيت مختلفة بناء على حسب دوام الملحقية في كل دولة. ألمانيا،
ماليزيا وروسيا والسودان والصين والأردن تقريبا. نعم، ونتمنى من بقية الدول التي فيها هذا الذي يعاني طلابها من مثل هذا المشكلة أن يتحركوا، أن يوصلوا صوتهم، أن يساهموا قدر الإمكان حتى ولو بالمراسلات بطرح المشكلة، لأنه نريد أن نعرض هذه المشكلة. في قبل أسبوعين طلع الأخ عبد الملك المخلافي وزير الخارجية وذكر أنه سوف يحل مشكلة الطلاب المبتعثين في غضون شهر. أقول له يا دكتور عبد الملك، الشهر هذا لن يأتي إلا وأصبح الطلاب خارج الجامعات، لديهم الكثير من الواجبات والالتزامات الذين هم ملزمون بدفعها. إحنا في دولة ألمانيا لا يمكن لأي شخص أن يؤخر أي قسط عليه، أي قسط مالي، سواء تأمين صحي أو سكن أو رسوم جامعة أو رسوم كتب أو حتى أي حاجة أبسط مقومات الحياة ليست موجودة الآن عند الطالب اليمني. إذن أعود إليك أستاذ جمال، يعني بدأتم الحملة الطلابية الاحتجاجية قبل فترة ثم توقفت ثم استأنفتم، لماذا توقفت في الفترة الماضية؟ الفترة اللي توقفت فيها الاحتجاجات الطلابية والحملة اللجنة التنسيقية للطلاب اليمن في الخارج، السبب في ذلك إرسال المستحقات. ربما في تركيا تم تعديل الكشف الأخير الذي أسقطت منه أسماء كثيرة في الربع الثالث، وحقيقة سمعنا أن هناك مذكرة رفعت من وزارة المالية لإسقاط ما يقارب 3000 طالب جديد في الخارج، يعني مذكرة بشكل عام. نعم، 3000 طالب في الخارج، وحقيقة لا ندري من هم الأسماء التي ستسقط، من أي دولة، ولا نعرف عن ذلك. وزارة المالية التي في الداخل. في الداخل، نعم، وزارة المالية اللي في الداخل. نعم، الأسماء التي تم إسقاطها في قبل فترة في كشوفات تركيا، ما هي الأسباب التي أدت إلى إسقاط من هذه الأسماء؟ يعني مثلا حين تابعنا الأخبار في الداخل كانوا يقولوا أن فتراتهم انتهت وغير مستحقين للمنح من هذه الأقاويل، الحقيقة ما هي؟ لا، حقيقة الأسباب التي أبدوها أسباب كاذبة. هناك طلاب أسقطت منحهم وما زالوا يدرسون اللغة، يعني ما يدرس اللغة في الجامعة، فأسقطت المنحة بدون أي وجه حق، بدون أي مبرر واضح. الأمور التي نريدها من السفارة اليمنية الموجودة هنا هي إيصال الرسالة الحقيقية، إيصال الرسالة القوية الواضحة للجهات، رسالتنا كما هي مكتوبة، كما هي منقولة إليهم، أن ينقلوها بنفس الأسلوب بنفس الصيغة للجهات المختصة. طيب أنتم بالنسبة لتركيا ألمانيا سفير جديد، ما مدى تعاون السفارة الجديدة معكم في هذا الموضوع؟ وهل يعني فعلا ستوصل رسالتكم؟ حقيقة قبل أسبوعين كان معنا لقاء مع السفير. نعم. فذكرنا له المشاكل التي يعاني منها الطلاب. حسب ما ذكرنا السفير أنه على تواصل مع البنك المركزي الموجود في عدن، مع الحكومة الشرعية، مع وزير التعليم العالي، لأنه هي الجهة التي يتواصل معها بحكم أنها الجهة الشرعية الموجودة. فهناك تعارض، مثلا في ماليزيا حدثت تأخير، حدث إسقاط للكشف بسبب حدوث خلل ما بين حكومة صنعاء والحكومة الشرعية، أنه تم إقالة موظف المسؤول الملحق المالي الموجود في السفارة، فتم طرد كثير من الطلاب من الجامعات بسبب أن السفارة أو الملحقية الثقافية في السفارة لم تقم تسديد الرسوم الجامعية. طيب بالنسبة لكم، يعني تغيير السفير هل يعني تغيير الملحق الثقافي والملحق المالي، أم أنهم يبقون هم نفسهم السابقين؟ حقيقة الكادر الموجود في السفارة اليمنية في تركيا كادر، نستطيع أن نقول أنه كادر رائع، فقط يحتاج إلى إدارة قوية. رأينا في الأستاذ عبدالله السعدي الإدارة الرائعة التي ربما نأمل مستقبلا أن يحقق كثير من طموحات الطلاب الموجودين وكثير من طموحات المغترب اليمني الموجود في تركيا، وإيصال رسالتنا إن شاء الله للحكومة الشرعية وصرف المستحقات اللازمة للطلاب إن شاء الله. نعم. طيب أستاذ عبد الحميد، يعني بالنسبة لكم قلت أيضا أن هناك سفارة جديدة، هل تم لقاءكم بالسفير الجديد في ألمانيا؟ نعم، في بداية تعيينك كهيئة إدارية جديدة لاتحاد الطلاب اليمنيين في ألمانيا التقينا بالسفير، وكان أول موضوع طرحناه عليه موضوع المنح، موضوع مشاكل الطلاب وتأخر الربع. وصراحة نحن نجد تفاعل إيجابي من السفير، بس هذا لا يكفي.
هذا لا يعفي السفارة من أنها تقوم بواجبها وتتواصل مع التعليم العالي وتضغط عليها من أجل صرف المشكلة لديكم عادة أستاذ عبد الحميد أن الوعود ما شاء الله قائمة وطبطب عليكم. يعني نحن تواصلنا أيضا مع الملحق الثقافي في روسيا وقال أنا مع الطلاب قلبا وقالبا، كان لديه ظرف عائلي لم يتمكن من الظهور معنا. يعني هناك تفاعل مع معاناتكم وهناك إحساس بكم، ولكن على أرض الواقع الوعود لا تؤكل عيش كما يقال، صحيح؟ لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذه الوعود لن تؤدي للطالب أي شيء، لن تقوم بإعفاء عن الغرامات المالية التي سوف تصله من تأخر الربع المالي، لن تؤخر موضوع إخراجه من الجامعة في حالة لم يدفع الرسوم. هذه الوعود نتمنى أن تتحول إلى أفعال. نحن لدينا مشكلة بخصوص الربع الثالث والأسماء الموقفين أو المسقطين. في كثير من الشباب راحوا أبائهم وأسرهم إلى التعليم العالي لمتابعة سبب إيقاف الطالب هذا، ويشوفوا أن السبب هو في تضارب رفع الملفات بين الملحقية الثقافية وبين الملفات الموجودة عند التعليم العالي. عندما أشوف أنه كل طرف بيتهم الثاني أن الملفات الذي بتصله ملفات غير صحيحة، مع أنه الطالب مجبر على رفع ملفاته أولا بأول، وهم يعني متعودين على رفع هذه الملفات بشكل دوري كل ربع، لا يستلم الطالب الربع إلا بعد رفع ملفاته المواد المنجزة وسجل القيد في الجامعة. نعم. فما هي هذه الكارثة التي تحصل؟ يعني من هو السبب الذي يقف وراء هذه الخلبطة وهذا التعسف الذي يحصل ضد الطلاب؟ نحن نتمنى من وزارة الخارجية ونتمنى من رئاسة الوزراء أن تأخذ دورها وتشيك على الموضوع وتعرف من هو السبب. الطالب نعم. الآن يدفع ثمن التجاهل والإهمال والتعسف من طرف نحن لا نعلمه. نحن حقيقة الآن أصبحنا لا نعرف من هو السبب في عرقلة وإسقاط هؤلاء الطلاب، كل طرف يتهم الثاني. الملحقية الثقافية تستقبل الملفات المشكلة من الطلاب. أخي يعني عبد الحميد، هذه ربما هم وجدوا شماعات جديدة للتحجج بها. مشكلة الطلاب مشكلة قائمة يعني منذ سنوات قبل الانقلاب ودائما وأبدا، يعني وأنا أناقش مشاكل الطلاب من ربما 2011، هذه يعني ليست حجة وجود الانقلاب. للأسف الشديد هناك إهمال واضح لأبنائنا المبتعثين في الخارج. اسمح لنا أنت والأستاذ جمال أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ درهم طاهر الصلاحي، مسؤول اللجنة الإعلامية للاعتصام من ماليزيا. مساء الخير أستاذ درهم. مساء النور والعافية. أولا نشكر قناة بلقيس باسم الطلاب اليمنيين هنا لإتاحة هذه الفرصة لعرض مشكلتنا. هذا واجبنا أستاذ درهم، يعني أقل ما يمكن أن نقدمه حد هذه القناة في متابعة المشكلة وإيصالها إلى الجهات المعنية. بداية أود أن ما أذكره هو أن ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي لم تستلم الربع الثالث إلى الآن. كان من المفترض أن نستلم الربع الثالث في بداية شهر 7، ولكن من يعني أكثر من 6 أشهر، أكثر من نصف عام، والطلاب اليمنيين في ماليزيا لم يستلموا مستحقاتهم. الطالب اليمني هنا يعاني كثيرا. بداية المشكلة كانت الملحق المالي السابق تعسف كثيرا بحق الطلاب اليمنيين هنا، وبالتالي قام الطلاب اليمنيين باعتصام، واستجابت السلطات لإقالة هذه لإقالة الملحق المالي، لكن أتى القرار مقصوص الجناح بجناح واحد، أتى قرار بإقالة الملحق المالي ولم يأتي بالتعزيز بالمستحقات المالية كحل جذري لتأخر المستحقات. فتضارب القرارات السياسية ما بين صنعاء وما بين الرياض هي السبب الرئيسي في عدم وصول المستحقات لطلاب ماليزيا للربع الثالث. نعم. إذن هل لديكم أي مشاكل أخرى غير المستحقات أستاذ درهم؟ يعني خاصة أنه نحن نسمع عن كثير من القضايا للطلاب في ماليزيا، وما مدى تجاوب السفارة معكم؟ المشاكل التي نعاني منها صراحة كثيرة، وهي ليست وليدة اللحظة، بل نعم. هي متراكمة من فترة طويلة. تأخر المستحقات المالية هذه مشكلة لأكثر من نصف عام، هذه مشكلة كبيرة يعاني منها الجميع. ثانيا
تنزيل الطلاب عشوائيا بشكل عشوائي وممنهج. طلاب مستمرون في الدراسة ولكنهم يفاجئون عند استلام المستحقات أنهم منزلون، أن ليست لهم رسوم دراسية في أعذار، وهي لا ندري ما هي السبب، سوى عمل عشوائي غير منظم لا يؤدي إلى ضياع ودمار مستقبل الطالب اليمني. كذلك مشكلة تذاكر الخريجين، هناك كثير من الطلاب خريجين، ومن قانون الابتعاث أن لكل خريج لديه تذكرة عودة، ولكن لا يوجد عدم صف تذاكر الخريجين تمثل مشكلة كبيرة يعاني منها الطالب اليمني هنا في ماليزيا. المشكلة التي يعاني التي قد تكون السبب هي عدم وجود قاعدة بيانات كافية لدى وزارة التعليم العالي تمثل البيانات الشاملة لجميع الطلاب اليمنيين، بحيث أنه تتلافى الأخطاء التي تحصل عن طريق التنزيل العشوائي والممنهج، بالتالي يكون قاعدة بيانات واحدة لجميع الدول، يساعد الوزارة والملحقية والسفارة على والطالب كذلك، تساعدهم على معرفة بياناتهم بشكل منتظم وبشكل دقيق. نعم. طيب أستاذ درهم، يعني أنتم بدأتم بالاعتصام المفتوح اليوم، أطلقتم هاشتاج أو هاشتاجين يعني على صفحات الفيسبوك، أو أطلقوا مستحقات الطلاب تقريبا، والآخر لا تدمروا اصرفوا مستحقات الطلاب ولا تدمروا مستقبل اليمن. ما مدى تجاوب يعني من على شبكات التواصل مع هذا الهاشتاج؟ وهل تجدون أنه يعني مجدي مثل هذه إطلاق هذه الحملات الإعلامية؟ الحملات الإعلامية قد تكون وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها الطلاب لإيصال رسالتهم إلى الجهات المعنية، خصوصا مع تفاعل القنوات الفضائية والمواقع الاجتماعية والناشطين في إيصال هذه الرسالة. والوسيلة الأخرى التي لجأنا إليها نتيجة لكثرة الوعود التي وعدونا بها والتصريحات التي قالت، يعني تصريح وزير التعليم العالي عندما كان في مقابلة، بأن خط أن الطلاب ومستحقاتهم خط أحمر، ولكنها يبدو أنها خطوط حمر كسابقتها التي عرفناها منذ زمن. نأمل من الاعتصام، نحن دعينا إلى اعتصام، ومن خلال منبر قناة بلقيس ندعو جميع الطلاب اليمنيين هنا في ماليزيا، من كان يؤمن بحقه فلا يصلين الجمعة إلا في الملحقية، ومن كان أراد حقه فعليه بالاعتصام في الملحقية. ندعو جميع الطلاب اليمنيين، ندعو جميع الناشطين، جميع الإعلاميين إلى مواكبة الحدث. يجب أن تكون وسيلة ضغط، يجب أن يصل صوتنا إلى الجميع، إلى الحكومة، إلى رئاسة الجمهورية، إلى وزارة التعليم العالي. عودونا المشكلة أنهم عودونا أن آذان المسؤولين لا تقرأ إلا بالاعتصام، حاولنا كثيرا ولكننا نرى نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، هكذا كما يقال. عودونا وعود تلو الأخرى، ولكن الواقع أن مشكلة الطالب اليمني هنا لم يعد يحتمل أي مجال للتأخير. الطالب اليمني هنا، دعني بس أن نعرج على آثار المشكلة التي يمكن أن تؤثر على الطالب اليمني هنا. المهمة الأساسية التي بعث من أجلها هي التحصيل العلمي. هنا لدينا في ماليزيا نماذج مشرفة لليمن، نماذج تبعث الأمل لكل اليمنيين والمستقبل اليمن، ولإظهار صورة اليمن وإظهار صورة اليمن بمظهرها اللائق رغم المعاناة التي نعانيها. لدينا هنا طلاب في ماليزيا عدد كبير يحصلون على براءة اختراع رغم المعاناة، لكن نفاجأ أن هؤلاء الطلاب الذين يحصلون على براءة اختراع رسومهم الجامعية لم تسدد بعد. لدينا طلاب يحصلون على المراكز الأولى. تعلمين أن ماليزيا تعتبر من الدول الأكثر جذبا للجنسيات، ورغم ذلك نرى أن الطالب اليمني هنا هو من يحصد المراكز الأولى. هي كعادة يعني الطلاب، نعم، كعادة الطلاب اليمنيين في أكثر البلدان يظهرون بأفضل المظاهر. شكرا جزيلا لك درهم طاهر الصلاحي، مسؤول اللجنة الإعلامية للاعتصام،
كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. كما تفضل أستاذ درهم، يعني هناك الكثير من الطلاب المتميزين الذين يعني يغبنوا ويظلموا يعني بتقصير الحكومة معهم بهذا الشكل. ما هي خطواتكم التصعيدية القادمة بعد الاعتصام وبعد إطلاق الهاشتاغات؟ نحن كلجنة تنسيقية حقيقة لا نستطيع أن نصعد أكثر من الاحتجاجات في السفارات. سنوصل رسالتنا لكل الجهات، سنوصل الرسالة للعالم، منظمات دولية، سنوصل لوزارة الخارجية اليمنية، رئيس الجمهورية، وزير التعليم العالي، أي شخص مسؤول عن صرف مستحقات الطلاب سنصل إليه بالتواصل معه لأجل الضغط عليهم لأجل صرف المستحقات، وسنتواصل مع القنوات الإعلامية، وسنعمل البرامج والملتقيات والندوات من أجل إيصال رسالة الطلاب إن شاء الله في المرحلة القادمة. ونحن نتمنى أن لا نقوم بذلك، لأننا نتمنى منهم سرعة صرف مستحقات الطلاب في القريب العاجل. نعم، هل تتوقع ذلك أستاذ عبد الحميد؟ هل تتوقع أن تتم الاستجابة لكم قبل أن تصلوا إلى يعني مستويات أعلى من الاحتجاج؟ والله هذا أمنيتنا، ولكن أصبحنا لا نثق بأي وعد، ولن نغادر السفارة اليمنية في برلين إلا بعد إيجاد حل جذري. دائما يعطونا حلول مؤقتة، يصرفوا لنا الربع هذا ويأتي الربع الذي بعده وتستمر نفس المشكلة ويستمر التأخير. إحنا ضقنا وضاقت أنفسنا وبلغت القلوب الحناجر. الطلاب الآن يتركون دراستهم، بعضهم لديهم اختبارات، بعضهم لديهم براكتيكومات، ويتركون جميع هذه الأشياء ويذهبون إلى السفارة للاعتصاب. نعم. من أجل أن يجدوا حل جذري للمشكلة. نعم، عادة يعني الطلاب في ألمانيا عادة أغلبهم تخصصات علمية، كل ربع طالب بنفس المطالب، أصبحت يعني شيء خلاص تفتطر له القلوب. نعم، في ألمانيا عادة أغلب الطلاب بتخصصات علمية، ليس كذلك؟ يعني طب هندسة في الغالب. طلاب هندسة، وهذا وهذا المجالات التي تعول عليها اليمن في المستقبل، فنتمنى من المسؤولين أن لا يقتلوا مستقبل اليمن. نعم فعلا أنتم مستقبل اليمن. طيب عبد الحميد، يعني سؤال أخير وجه لك، يعني بعد أن قمتم بالتواصل أو بدأتم بالمراسلات مع الجوانب الرسمية، يعني ما الذي ستستطيعون القيام به إذا لم يتم الاستجابة لكم؟ وهذا ما لا نتمناه بالتأكيد. إحنا زي ما ذكرنا من خلال تواصلنا مع رؤساء ونواب الفروع الموجودة داخل ألمانيا، أنه سوف نعطي السفارة مهلة السبت والأحد بحكم أنه أجازة. نعم. للتواصل مع الداخل والضغط عليهم من أجل صرف المستحقات. في حالة لم تصرف هذه المستحقات يوم الاثنين سوف تغلق السفارة، وهذا الذي لا نتمناه ولا نريده. نحن لا نريد لسمعة اليمن أن تشوه بعد كل هذا التشويه. ستغلق السفارة يعني من حتى استوضح منك عبد الحميد، كيف ستغلق السفارة يوم الاثنين؟ سوف يمنع الدبلوماسيين والملحق الثقافي والسفير من الدخول إلى عملهم إلى حين إيجاد حل. يعني ما هو عمل السفارة والملحقية الثقافية إذا لم تقوم بالمطالبة بحقوق الطلاب؟ هل عمل الملحقية أنها تجلس فوق الكرسي وترفع الملفات؟ يعني أفهم من كلامك أستاذ عبد الحميد أن تواصلكم مع الحكومة هو عبر السفارة، لا يوجد خط مباشر بينكم وبينهم؟ يوجد خط مباشر، ولكن هذه هي مسؤولية السفارة. نحن من خلال مراسلتنا نبعث بترقية أو نبعث برسالة فيها المشاكل ورؤيتنا لحلها وما هي أسباب التعسف، ونوضح هذا بشكل واضح وصريح. نعم. ونستند إلى ذلك، نستند إلى اللوائح التي موجودة في التعليم العالي. لما يقول لي أن طالب الهندسة لديه 7 سنوات لإتمام تخصصه شاملة اللغة والسنة التحضيرية وتقطع منحته بعد 5 سنوات، أنا أمام تعسف وأمام مخالفة للقوانين والدساتير الخاصة بالتعليم العالي. أنا مضطر أن أنا أطالب وأقف مع هؤلاء الطلاب لمطالبة بحقوقهم، والسفارة كمان مطالبة بهذا الشيء، والسفير والملحق الثقافي يعلمون هذا الشيء أكثر مننا. نعم، إذا عودة أخيرة لك جمال، يعني ربما وسائل الضغط هي أشد في ألمانيا. تركيا لم تدخل في الاعتصامات بعد، صحيح؟ لم نبدأ بالاعتصامات لأننا ننتظر الربع الرابع وفي أمل كبير أن يصرفوه يعني. وحقيقة الربع الثالث حدثت فيه اعتصامات حتى صرف، بالتنسيق برضو مع الدول المجاورة مثل ألمانيا وماليزيا. ماليزيا يعني حسب الأخ درهم لم يصرف ماليزيا حقيقة. أنا أريد أن أوصل كذلك رسالة الأخ درهم، يعني أن ماليزيا أكثر الدول
تضرر التي يلاقي فيها الطالب تعسفا بسبب المشاكل السياسية الموجودة ما بين الملحق المالي والحكومة الشرعية. نعم. فالضحية هو الطالب الذي لا ينتمي لا لهذا ولا لهذا، فقط ذهب للانتماء للوطن وتمثيل الوطن بأفضل ما يمكن، وأفضل نماذج موجودة لليمن. صحيح. هي موجودة في أرض ماليزيا حقيقة. أنا زرت ماليزيا قبل فترة فوجدت نماذج رائعة في كل دول العالم للأمانة. يعني الطلاب اليمنيين هم محط فخر لنا جميعا بتميزهم بأخلاقهم بشهادة الكثير بالنسبة لجهودهم. نعم. شكرا. نعم تفضل. فهناك رسالة لأحد لمجموعة من الطلاب أحببت أن أوصلها، رسالة قصيرة فقط، يقول فيها: تقطعت بنا السبل، أصبحنا عاجزين، أصبحنا في وضع يرثى له، أصبحنا عاجزين عن دفع إيجارة السكن، أصبحنا عاجزين عن شراء وجبات غذائية أو دفع أجور المواصلات للذهاب إلى الجامعة. إلى كل شخص يستطيع إيصال رسالتنا إلى الجهات المعنية، نطلب منك أن تسجل في حياتك موقفا إنسانيا. هذا خير ختام أختم به أستاذ جمال المقبلي، رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في إسطنبول. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا. شكرا لك أيضا عبد الحميد المحفدي، رئيس اتحاد طلاب اليمن في ألمانيا. وأمانة الشكر لجميع الطلاب الذين كانوا معنا أيضا في هذه الحلقة: رتفان الماس، رئيس رابطة الطلاب موسكو، درهم طاهر الصلاحي، مسؤول اللجنة الإعلامية للاعتصام، وكذلك شروق القاسمي من خلف الكواليس التي ساعدتنا كثيرا في هذه الحلقة. ربما يعني سجل موقفا، هذا هو حديث يوجه لرئيس الجمهورية ولوزارة الخارجية ولوزارة التعليم العالي. طلابنا أمانة في أعناقكم، لا تتركوهم وحيدين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.